بعد حادثة وفاة مهاجم شبيبة القبائل إيبوسي التي شهدت ردود أفعال كثيرة ومتباينة، وتعالت الأصوات بعدها من مختلف الأطراف والجهات، من بعض الإعلاميين والرابطة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالإضافة إلى الوزارة المعنية، للحد والقضاء على ظاهرة العنف الذي أصبح شبحا مخيفا يخطف أرواح اللاعبين والمناصرين على حد سواء. هذه الظاهرة التي انتشرت وتوسعت في بلد يتميز بعشقه الكبير وحبه للرياضة الأكثر شعبية في العالم، أصبحت تقدم صورة سيئة عن المناصر الجزائري في وقت تشهد فيه الكرة الجزائرية قفزة نوعية بالنظر للتألق اللافت لزملاء المايسترو ياسين إبراهيمي وتتويج وفاق سطيف بلقب دوري أبطال إفريقيا. فالأحداث التي شهدها ديربي العاصمي الذي جمع شباب الوزداد وبلودية الجزائر في الجولة الماضية من الدوري الجزائري، والتي ميزها ترشق الكبير بالألعاب النارية بين أنصار الفريقين قبل وأثناء وبعد المباراة، وأعمال الشغب التي شهدتها مواجهة بلودية وهران وجمعية شلف والتي جرى عنها تكسير أزيد من 500 كرسي في ملعب كان يحتاج أصلا لترميم، مشاهد أصبحت تتكرر في كل مرة وجعلت الكثيرين يتخوفون من التوجه إلى ملعب لمتابعة مباراة في كرة القدم، ما يفرض البحث عن حلول عاجلة لوضع حد لهذه النقطة السوداء في الملاعب الجزائرية.